صريمة 1980 كنت أتعلم عن التعلم من المرحوم بي بالمصلحة وطلعت مكفل فيه. في آخر التسعينيات صار في مشكلة بالوضع البلد بلبنان، كثير من الملاحين اللي كانت مدودين إليه انكسرت. بنتيجة ذلك أنا وقفت مصلحتي من وراه. كيف صعوبة بالحياة وفي صعوبة بالبيت وفي صعوبة بكل شيء، يعني لأنه ما كان في إنتاج يعطيك الإنتاج لتغطي مصاريف الجامعات ومصاريف البيت. عرفت عن شركة صغيرة اسمها إمكان. أنا القرض إجا علي شاورني بالموضوع، قال لي يابا القصة كذا كذا وبدنا نروح لإمكان القصة، في قرض من الإمكان. الله يعطيك العافية. كيف صحتك؟ سمير حالك؟ إن شاء الله منيح. ماشي الحال الحمد لله. كيف صحة؟ تمام الحمد لله. كيف الأشغال؟ والله بخير. نحن بهمنا نقدر نوصل بفكرتنا لأكثر عدد ممكن من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونقدر نساعدهم ونطور لهم عملهم. أول قرض 2000 دولار اشتريت بقرة واحدة. خلص كارده كان دفعاته كتير ممتازة، أعطاني كارد تاني بقيمة 5000 دولار على سنة ونص. كنت أنا أشتغل بالبقرات، بس أخذت 3 قروض من الإمكان وكبرت مصلحتي، جبت موظفين على المصلحة. بالقبل ما كان عندي. وبعد الدراسة لقينا أنه الاسمي لونز اللي بنقدر نعطيه حيكون يطور له مصلحته، يقوي له مصلحته، وهذا الهدف تبعنا أنه نحن نقدر نقوي له مصلحته. وعندنا جبنا من شي 15 أرض ب10 على كذا سنة، أخذت القروضة واشتريت من 10 بقرات. أنا بالوقت هيدا عندي مزرعتي بالإنتاج الحليب عم سلمه للتعاونيات. يعني كنا نحن نسلم بالجمعة حركتهم قبل ما بلشنا بالقروض من الإمكان. بس أخذنا القرض من الإمكان صار يرتفع الإنتاج عنا لحتى وصل لليوم اللي نحن فيه على 4 طن. بنتيجة ذلك المصلحة عم تربح أكثر لأنك عم تزيد الإنتاج تبعها. الحمد لله أنا مرتاح بالمصلحة. وأنا بدي أسلم مصلحة اللي تكون ناجحة وتكون متطورة ولقدام إن شاء الله.